58 من القانون اللي هي بتتناقش دلوقتي بتنص على ان الراجل لو قرر ان هو يتجوز على مراته فلازم يبلغها الاول، وإلا هيتم حبسه مدة ما تقلش عن سنة وتغريمه من 20 لـ50 ألف جنيه، ده غير طبعا معاقبة المأذون اللي جوزه لأنه ما التزمش بالقانون. وهنا هيكون من حق مراته الأولانية إن هي تطلب الطلاق للضرر، ده لو ما عداش سنة على الجواز، وتكون عارفة لأن بعد سنة هيحسبوها إن هي راضية وموافقة. طيب أنا هنا عندي كام سؤال. افترضنا كده إن الراجل جمد قلبه وتشجع وراح يتجوز على مراته من غير ما يقول لها وهي عرفت وهو اتحبس، هنا مصير مراتاته هيبقى ايه؟ بلاش، هيتحبس بتهمة ايه؟ افترضنا بقى ان انا جوزي اتجوز عليا وانا عرفت ورحت رفعت قضية ان انا عايزة اتطلق للضرر لانه اتجوز من غير ما يقولي واتحبس وارتحت منه، واخد انا بقى الـ50 ألف جنيه كده وشبرق بيهم على نفسي وعلى عيالي و ايه ده؟ هو انا مش هاخد الفلوس؟ يعني هتطلق والراجل هيتحبس وكمان هتاخدوا الفلوس؟ طب انا كده استفدت ايه؟ رأي الازهر بقى ان العقوبة دي مخالفة للشريعة الاسلامية، وقال الشيخ احمد كريمة ان مفيش عقوبة من غير جريمة ومفيش جريمة على اللي بيستخدم حقه المشروع. الاسلام اباح ان الراجل يتجوز اكتر من واحدة بحد اقصى 4، ده طبعا بشروط، وهي العدل ما بينهم وتوفير المأكل والملبس والمشرب والمسكن لكل واحدة فيهم، واللي مش هيقدر على الكلام ده يعتبر انه بيعمل ذنب كبير لانه بيظلم اللي معاه اكتر ما هو ظالمها، وكمان هيظلم الجديده. لو جينا بقى نشوف راي الرجاله هنلاقي ان هم شايفين ان ده ظلم وان الدوله بتنصف المراه وانه عادي يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. بابا القانون ما بيمنعكش ان انت تتجوز، خلي بالك ده بيمنعك ان انت تخبي على مراتك. ها وانا بقى بما اني بنت وطبعا منصفة للستات كلهم شايفة ان القانون ده في صالحنا. ليه بقى؟ ما هو ما تبقاش واخد واحدة بنت ناس هم قعدها مع ست والدتك بتخدمك وبتخدمها وتخدم المجتمع والناس ومشقيها ومرمطها وتيجي كده بكل سهولة تقول انا عايزة اتجوز وتعيش حياتك وسايب التانية تخدم اهلك، ولا تكون مسافر بره وسايب هنا مراتك مع عيالك تبقى لهم ام واب وانت مجرد ATM بتبعت فلوس بس، وتيجي كده فجأة تقول انا محتاجة اتجوز، محتاج واحدة تأنس وحدتي، وما تقولش للهبلة اللي قاعدة هنا مستنياك وعمالة تربي لك في عيالك. لا يا حبيبي خلص خلاص الكلام ده، ما بقاش في منه. ولا يجي واحد كده تاني محترم ببدلة يروح يتقدم لواحدة ويخطبها ويتجوزها ويجي بعد كده تكتشف ان هو متجوز وعنده 40 عيل. واخيرا وليس باخرا، انا محتاج اعرف ايه الاستفادة اللي هتعود على الست من القرار ده؟ يعني الراجل ولا هيطلق مراته الجديدة ولا الفلوس اللي هتتاخد منه هتروح لها ولا حتى هتستفيد بحبسه لانه مصدر الصرف عليها هينقطع، زائد انك هتظلم العروسه الجديده ويرجع بقى يتقال دي وشها وحش على الراجل ودي بومه والكلام اللي احنا عارفينه ده. يعني بالبلدي كده لو احنا كنا عايزين نعمل قرار يحافظ على حقوق الزوجه الاولانيه كان ممكن نحط شرط صغير كده في عقد الجواز يحافظ على الكلام ده، واعتقد ان الموضوع ده موجود من زمان، واللي يزور يتغرم والفلوس اللي هتتاخد من الراجل تروح للست او على الاقل جزء منها. غير كده يبقى القرار ده ما عادش فايدة على الست باي حاجة، وان المستفيد الاول والاخير هي الدولة. ولو انت شايف ان انت مش ظالم مراتك ولا جاي عليها، ما تقول لها ان انت هتتجوز بدل ما تروح تمارس شرع ربنا اللي انت عمال تدافع عنه وفلق دماغنا بيه في السر.